التفجير من 92، وفي ناس من 95 و96 على جميع المحافظات، وعدد لا يستهان به. واحنا ثبت ناس زملاتنا في التفجير كانوا شغالين معانا في نفس الاماكن. جينا هنا المحافظه، جينا هنا الوزاره، وزاره الزراعه، لقينا اساميهم باينه في الوزاره. الكلام ده في 2001 و2002. ثبت ناس من زملاتنا وشغالين دلوقتي مهندسين زراعيين بسم الله ما شاء الله. بعدها في 2012 ثبتوا جزء برضه تاني في 2012. انا مواليد 68، بنعمل التسجيل بقالي 26 سنه، مؤهل 28 سنه، يعني عمر. هل يا ترى الناس اللي ثبتت دي افضل مني في ايه واحسن مني في ايه؟ ودفعتي على نفس الدفعه، واحنا ما فيش اي مستقل تثبيت. لا احنا اللي بنتقاضى اجر، كنا بنتقاضى اجر 40 جنيه. يعني متهيألي ان ال 40 جنيه ما كانوش بيعملوا معانا حاجه، ان هم يوصلونا بالعربيه للمكان اللي بنشتغل فيه. علما بذلك ان احنا بنحضر يوميا، وفي انصراف وحضور، وفي انضباط في العمل. لا احنا اللي بنتقاضى اجر، ولا احنا اللي بنتسبب. طب ما اي حد، في حد في الدنيا دلوقتي بيشغل واحد ما بديش اجره؟ احنا ما بناخدش اجر بقالنا 8 سنين. قال لك الفلوس بتاعتكم اتاخدت، الفلوس بتاعتكم اتاخدت، في واحد نصب في الدوله وخطي. طيب احنا مش عاوزين الحق اللي اتنصب علينا فيه، سوينا بصمالتنا اللي هم ثبتهم، وثبت الناس اللي هي الامهات ديت اللي واقفه ومن جميع المحافظات.